بسم الله الرحمن الرحيم. ابن أبي مليكة أيضا من كبار التابعين، يقول أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه أن يقول قولا ولا يعمل به، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كلما قوي الإيمان والدين كثر الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يزكي نفسه. قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها، لا تمدحوا أنفسكم وتمدحوا أعمالكم، بل كونوا خائفين، خائفين على أعمالكم وعلى أنفسكم من الانتكاس ومن النقص، يخافون النفاق، أي النفاق العملي، ما هو النفاق الاعتقادي، يخافون على أنفسهم من النفاق العملي الذي يصدر من المسلم أحيانا. أما النفاق الاعتقادي والعياذ بالله هذا ما دخل معنا، هذا كفر، كفر أكبر، لكن النفاق العملي هذا هو الذي يدخل على المؤمنين، فينبغي أن يحذروا منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخشى ما أخشى عليكم الكفر الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. سئل عنه وقال: الرياء. قوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا الشرك الأصغر، وهو النفاق العملي. صحابة يخافون، والرسول خشيه على صحابته. وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة بن اليمان أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يخبر حذيفة بالمنافقين، ولكن حذيفة لا يبين هذا للناس. فكان عمر يسأله: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقا؟ فلا يزكي نفسه، هذا من كمال إيمانه، أنه يخاف على دينه ويخاف على عمله، أنه يحبط عمله وهو لا يدري. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قد يحبط عمل الإنسان وهو ما يدري، هذا خطر عظيم، يجب على المسلم أن يخاف منه غاية الخوف.